بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم. كالعادة اللي أول مرة كيدخل القناة ما ينساش يضغط على المربع الأحمر ويفعل الجرس باش يوصلك الجديد إن شاء الله. الغزالة ديالي دائما راحنا في وصفات ديال العناية بالبشرة والشعر إن شاء الله. واليوم جبت لكم واحد الماسك قنبلة بمعنى الكلمة، مجرب مرارا وتكرارا غادي يعجبكم. وهذا كيجي مرت الوصفة ديال المقشر ولا ديال الكوماج اللي درنا البارح، غادي نخليها في صندوق الوصف الفيديو، غادي نخليه في صندوق الوصف اللي ما شافوش. المهم هاد الوصفة راها رائعة بمكونات موجودة في الدار وسهلة، ما غادي تمشي لا للسوق لا والو، غادي تجيب كل شيء عندك في الدار. عندك في الاول الحمص مطحون ولا الترمس، يعني لما ما كانش عندك الترميس، انا ما كانش عندي الترميس، درت الحمص مطحون، الحليب، العسل، الخرقوم ولا الكركم، والنشا ولا المايزينا، والماء ورد. هاد الحويجات، هاد الستة تاع المكونات صدقوني كيردوا وجهك بيض ورائع، وكيعطي له واحد اللمعان. غادي نعطيكم دركا واحد المكونات ولكن بالعبار. هنا الترميس ولا الحمص مطحون كنديروا جوج معالق صغار ولا معلقة كبيرة، جوج معالق صغار عامرين ولا معلقة كبيرة. النشا المايزينا جوج معالق صغار حتى هما ولا معلقة كبيرة. الخرقوم والخرقوم ولا الكركم كنديروا نص معلقة صغيرة. هنا انا كنت عابرة نص معلقة صغيرة، غير ما جاتنيش كنهزها في المعلقة، نص معلقة صغيرة. ومعلقة صغيرة ديال العسل، من الأحسن البنات العسل تكون حرة لانك تعطي واحد النضاره للوجه وكتغذي الوجه مزيان مزيان. الحليب معلقه كبيره، الحليب معلقه كبيره، وما ورد غادي ندير معلقه صغيره. كتخلطي هاد المكونات مزيان مزيان وكتطبقيهم على الوجه والرقبه وحتى اليدين. وغي البنات الغزالات ديالي ملي ديروا بحال هاد لي ماسك، روحوا عطيو لعمركم الراحه وسيروا لبلاصتكم وتكاو ليا هكذا، ومادا بيكم تهزوا وجهكم راسكم هكا شويه الفوق. علاش؟ باش يعني يتجبد للفوق ما يبقاش هاود لتحت. هنا طبقت على اليد غير باش نوريكم القوام ديال هاد الماسك، ما يجيش جاري باش ما يبقاش يقطر عليكم، وما يجيش عاوده كينقاسح. ها انتم القوام ديالو بحال هكذا. صدقونا البنات هاد الماسك هذا راه رائع، ساهل، ديروه ثلاثة ديال المرات في السيمانه. كل ما ديروا التقشير بداك المكونات اللي عطيت لكم في الفيديو كما قلت لكم، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، وديروا مور هذا ثلاثة المرات في السيمانه. من بعد البنات تبقاو ديروه غير مره في السيمانه، راه كيخلي الوجه غزال غزال غزال. والمهم كانت النهايه ديال الفيديو خفيف ظريف. استودعكم الله والسلام عليكم.